ياسين بونو، اولا كنحييه من هذا المنبر، كنحييه بهذه المناسبه، لانه هو قدم واحد الصوره رائعه في الوفاء ديالو للالوان الوطنيه رغم الاصابه البليغه التي تعرض لها، هي اصابه خطيره جدا، رغم حده الالام، رغم الوضعيه الصحيه اللي كان فيها اللي هي مقلقه، فكان عنده إصرار على أنه يكمل المباراة ويبقى في الملعب. ولذلك فنحن نتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى لياسين بونو أنه يحقق تراكمات جد متميزة في مساره كحارس مرمى دولي. الآن هو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني، نتمنى له مسار موفق، ونتمنى أنه يكون إن شاء الله في كأس العالم قطر 2022 يكون في الجاهزيه ديالو التامه، وانه يظهر بالصوره اللي كتليق به، لانه واحد من الحراس الذين نعتز بهم ونفتخر بهم.